صباح خير. هذا فطورنا اليوم يا جماعة، آيس كريم. أفطر حبيبي. أفطر. لا ما بابا كراميل، أفطر. هذا أهم شيء حرام عليك. إيه بس أنا أحب الكراميل. هذا اللي ما يأكله كل ليلة وكل سهرة ما يعرف يأكل. 20 سنة ناكل ده آيس كريم. ما شاء الله تبارك الله. حبيب أم الحلقة مع عفاف، كيف الحال عفاف؟ أهلا. أنت عارفة ترى ما في بنات عندنا في حلقة يطلع كثير. أيوة. فأنت حتكوني من الأوائل. شكرا. والله ما شاء الله عليك يعني، يعطيك العافية. عشان سوسو في عينك عشان تفهم الحلقة الأسبوع الجاي ما حقدر تعرف كده. والله تمرمط مرمطه. دائما اقول لكم انا انبسط لما يجيني منتج اعلن له ولا 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 ولا, ولا شيء يعني انا استخدمه واللي حولي يستخدموه. واليوم بقول لكم حاجه، هم عاملين عرض ليوم الصداقه وصديقي هنا حبيبي تركي اليوم فكه، هو ماشي على نفس نظامي اليوم، صحي واكل ايس كريم كواليتي. شايفين يا جماعه يعني يعني ما اعرف ايش اقول لكم اكثر من كده، خلينا ادخل لكم في التفاصيل صح ايش حنسوي بدا كله. خلينا بنبدأ بشوية معلومات كده عشان تاخدوا نبرة كده، نحن نعرف هذا من طفولتنا، نعرف هذا الايس كريم من طفولتنا، بس لازم اديكم نبرة. نبذة. سوري عاد انتم متعودين علي. من عام 1980 من قبل ما نولد 42 سنة عندهم في الموقع اكثر 90 نكهة، عندهم 90 نكهة، انتوا كنتوا تعرفوا؟ انا اعرف اشياء معينة من عندهم، هذا مرة نعشقه انا وتركي، بس يعني امي مرة تعشق هذا. هذا 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 الكون اللي بالفانيلا، وعندهم كون بالشوكولاتة، عندهم كون بالكراميل، ودحين حوريكم كل شيء، والله حاكل منه كله، والله مرة كله احبه. دحين يوم الصداقة، يوم الصداقة من 26 جولاي إلى 5 أغسطس عاملين عروض في الموقع، دحين حقول لكم عليها. وفي شيء تاني أنا ما كنت أعرف عنه، عندهم توصيل من الموقع نفسه يوصلوا لكم، هو بارد ترى زي التلج يعني، ما ولا ساح شويتين حتى، توصيل في خلال 48 ساعة كحد أقصى. خليني أقول لكم أول عرض تشتروا بوكس الساندويج العظيم هذا، ولا كونز فانيلا ولا كونز شوكولاتة، يعني واحد من ده أو واحد من ده بثمانين ريال فقط جد؟ ويوصلوا لمعظم مناطق المملكة. هذا العرض الأول. العرض الثاني تشتروا أي كرتون من الأعواد، وكرتون اللي هو مشكل شوكليت فانيلا يعني مشكل كرتون مشكل ب 108. ما صار اعلان هذا من جد فعليا، عارف احلى شيء نفس الطعم نحن صار هذا، ماني فاهم يعني هذا رهيب. دحين خليني اوريكم الاشياء اللي رسلوا لي هي، عندكم فريكنتو هذا اللي يجيكم كذا صغير في له هنا، ايوه كذا، بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا يا اخي هو بس انا ولا احلى شيء تفطر على ايس كريم؟ يعني نحن بس لكم امي تحبه، وانا الصراحه كمان يعني الفانيلا اعشقه كذا. تفكوا الله هذا زي ما وريتكم، هذا الفانيلا وفي منه الشوكليت وفي منه اللي هو البوكس اللي يجي اسورتد يعني نص شوكليت ونص اوه كراميل، في كراميل وشوكليت، لا ابى كراميل ابى كراميل ابى كراميل. الايسترين يكمل عمل فرشة. الله هذا الكراميل
فراجمنتو. فراجمنتو هذا كلنا نعرفه، اللي هو بالفانيلا بس من برا شوكليت. لا كمان عادي حتشحبها في قطار منك قطار. واخر شيء بقول لكم هو بوكس فراجمنتو، فيه 8 نكهات ينفع للمات والاصدقاء، يعني اذا انت ما تبي تاخذ واحدة نكهة فيه 8 نكهات. وعندهم في الموقع يقبلوا تقريبا جميع طرق الدفع مثل ابل باي وهذه الاشياء. عشق السندويتش هذا وكذا. ايوه حتى ابل باي. ايوه طيب وابل باي والله حسيتك السكريد ده تاخذ معها ما حكيتها. ليسترين يكمل. طيب اخر شيء بوريكم الموقع كده بسرعه. الموقع حقهم زي ما انتم شايفين كل العروض موجوده، حتى اللي انا تكلمت عنها زي هذا الكونز والساندويتشز، تنقوا بين الشوكليت والفانيلا، اضف الى السله، تدخل هنا وحتحط عنوانك وحتحط طريقه الدفع اللي تحتاج تستخدمها. اوكي تعالي. طيب زي ما انتم شايفين كده حطيناها في الكارت. انا في شيء هنا قريته تحت قيمه الشحن مجانيه، هم ما قالوا لي، فشكله على البوكسات وعلى المنتجات هذه في عليها شحن مجاني. مره ممتاز. دحين حنضغط اوكي كونكشن سكيور. طيب اخر شيء انتم بعد ما دخلتوا جوالكم حيسالكم البريد، يسالكم عنوانكم، بعدين حتدخلوا هنا على طريقه الدفع. زي ما انتم شايفين كل طريقه الدفع موجوده، حتى الابل باي موجود. فبالعافيه عليكم، منتج فعليا نستخدمه دائما ويستحق. خلصت كل الاكياس، قاعد بس ياكل. خلاص خلاص خلاص. حلقة اليوم قاعدة تهجول في نص الشارع، جيعان جيعان وقاعدة تهجول في نص الشارع. ما حقول لكم ايش بيصير، بس اسبوع جاي حتكون حلوة الحلقة. ترى قاعد استناك عشان تصور عشان يلا تندلوين. بس هذا لازم يجي معاها. تعالي تعالي تعالي. ايوه تاخذ وسط ستيك، تاخذ وسط منديل بطاطس، ايوه وتسوي ام غش غش. ها 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 ايوه سلتي تعملها غيره من بالله. والله والله ده حاجه. انتر كاد انا اول شيء تاخذ دي. ايوه تاخذ دي. أيوه. بعدين تاخذ شويه بطاطس. ايوه كنت حقول لك غلطان لو ما اخذتها. الكوسه مين حياكلها؟ الكوسه. الكوسه لك يا حبيبي. انا ما اكل كوسه، عارف حتى ما احتاج سكينه. الله امك قاعده. امي دخلت. امي دخلت. يلا يلا اخذت الكوسه. ياكل على ضرس ينفع نفسه. الله هذا للامانه ممكن ألز طبق لحم عندهم. وهذا لا هذا البيف ستراغانوف عشان لا لذيذ هذا كذا تسوي جنبك. كذا تاخذه مع الرز. ايوه ايوه